السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معدنا مع برنامج Library Office Draw. ده منافس قوي لبرنامج مايكروسوفت فيزيو، بس مايكروسوفت فيزيو بفلوس، انما ده open source مفتوح مجاني. مش هيجي يوم من الايام يقول لك احنا عايزين منك فلوس، تمام؟ طيب دي الواجهة بتاعته، اقدر ارسم اي حاجة انا عايزها، مخططات يعني. مثلا هرسم مثلا ريكتانجل اهوت، تمام. هبدأ ارسم مثلا الشكل دوت، وابدا ارسم مثلا حاجه بالشكل دوت، وابدا اعمل لينك بينهم. دي مثلا عمليات او بنفكر فيه وبيرتب الافكار اللي احنا عايزين نعملها، تمام. هقول له كونكت، وصل لي بين ده ودوت، ووصل لي كونكت بين ده وده. اقدر ارسم سبب زي ما انا عايز، عشان مثلا الشغل حاجه معينه عايز تكتب اي نص او اي حاجه انت عايزها. عندنا هنا اداه بتاعت التكست، ده ممكن تعلم على دي مثلا، تنقلها زي ما انت عايز وتكتب جواها زي ما انت عايز. مميز البرنامج ان هو برنامج خفيف ومساحته صغيره، وسهل جدا ان انت تسيف الشغل دوت وتفتحه بعد كده على الفيزيو، او العكس تكون انت شغال على الفيزيو وعايز تتحول ل Library Office Draw، مفيش اي مشكلة خالص. ال Width تقدر تتحكم هنا في شكل كل حاجة من الحاجات ديت، اللون، تمام. ممكن تعلم عليهم كلهم مرة واحدة وتروح داخل مغير في الخصائص بتاعتهم، تعمل لهم مثلا شادو مرة واحدة، تعمل نوع من انواع الشفافية زي ما انت عايز غيره. من هنا اهوت تقول مثلا عايز اشتغل على كلر معين، وليكم مثلا اللون دوت. تقدر تضيف اشكال كتيرة زي ما انت عايز.